قاعدين يساعدوني ميري وماريا، طبعا لازم يساعدوني. بدر شافني قاعدة أذهب أكل كل العيال، أنا بفطر. تبي تفطر؟ إي. أنا أسف نص ماي أشرب ماي أمس قبل ما أنام. يلا يا أختي يلا ذهب نفسك عشان تساعدني. أحس إنه مبكر. صباح الخير. نو. هاي ذهبت أشياء. أما بالغصب قعدت وأنا والله بالغصب بطلت عيوني. قاعد يسوون شو اسمه، قاعد يقصصون الخضرة، وأنا الحين بروح ذهب العين علشان أسوي عجين القبوط ترقبه. منو بيعجن معاي حياتي؟ أنا عشان أكون صريحة معاكم ما أدري بشنو يبلشون، فيعني ما أدري يبلشون بالمرة قبل شنو، ما ادري شنو. انا بسوي بعد بشاميل، سمبوسه بلف، ما ادري شنو اول شيء. اسوي اللحم المكرونه بعدين جبن. بس ان شاء الله راح اسمع كلامك واسوي شيء بالضبط. مو كله غرقتي ماي صار سلي لك. مالي زيت الطحين وخر زين. بعدين حطيت نص الطحين، خلص الطحين اللي عندي كذي عادي. علموني امبي هذه بدايتها، انا للحين ما بلشت ما سويت شيء. زين بعدين بدر حبيبي عباله انه سلايم ويبي يلعب، ما بعرف يقول الفرح. انت شكلك ما تعرفين، اعطيني. زين الحين اتوقع انه قاعد يصير اوكي. لا ما بعرف. بدر حبيبي عباله حق ميري تسوي عادي. ابكي ترى ما احب شيء يصير شيء غلط. وهذا الاخ قاعد يطنز سلايم، حاب صوته صار ما حلو. يلا بنجرب المرة الثانية. ميري وايب ات مور المرة الثانية. قالوا لي أهم شيء وايب ات مور فروم انسايد. أهم شيء قالوا لي إن don't give up ما أدري شنو. قاعدة أجربي. ممكن أفهم أنت إيش تبي؟ بسوي. ممكن أفهم أنت هو صار، بس الحين أنا ما أدري شلون أخليها تتخمر. يعني في ناس قالوا لي تخلينها 20 دقيقة، زين أخليها تشيب مكانها ما أدري. الحين قاعد أسوي الحشوة مالت القبوط، بصل وكشمش وهذا شنو كزبرة. يا بدر خليك راح أحط كزبرة، ما أدري هو كافي ولا لا. أنا قاعد أحط قفشة صغيرة وكمون. بدر ليش قاعد تهتز؟ قاعد أهتز. فلفل اسود وملح. ميري برينج ذا سولت بليز. امبي انا اضيع بدون ماري وماريا. بس ماريا وبدر طبعا هم اضيع بدونه. ماريا امبي وايد حطيت فلفل اسود و انف. انا شاري هذيل الكونتينرز حق بهاراتي. أقول حق ميري تحط كل بهارات هني، بس نسيت أجيب يعني مثلا شيء استكر أحط ورا علشان أتذكر هذا شنو. فتوحد أمبي اليوم ما علي، طوفوا لي والله وايد راح تشوفوني قاعدة أتذمر وقاعدة أحن ومو عاجبني شيء. ما علي طوفوا لي طوفوا لي. قاعد أقول حق ميري هذه يمكن ثالث مرة بحياتي أطبخ. لا تزوم على أي أساس زوم؟ كيف منه هذه يمكن كبيرة ما تحسون؟ لا تروح مكان ثاني، خلي الكاميرا ثابتة. ارفع شوي ايدك ببهني. وي لا ابوي لحظة خبزيها عدل. اخبزها انا اسفة حبيبي، ان شاء الله الحين اخبزها. شي خليها كبيرة شوية وسيعة الله.
الحين ان شاء الله. الحين متاكد؟ ايه هذا ما تبين. Which one? Garlic? حبيبي بدر شو سوي بدونك بدر؟ من يصورني؟ ها؟ زين ليش ما تخليني أساعدك أسوي؟ شوفوا صارت كرة القبوطة. شو رأيكم بإبداعاتي؟ ما علي هذه شوية حاشها بصل أشياء. بدر خليك ثابت حبيبي. أنت شاطر. ليش ما تخليني أسوي أعجن وأنت بعدين أعطيك وبعدين أنت تحطين؟ ان شاء الله عقل بيسوي شيء بعدين انت تساعد. اوكي ليش خزيتني ابوي؟ وايد قاعد تتحرك الناس راح تدوخ. يخليك ثابت عشان خلاص دائما انت تكون المصور مالي. انا ما راح يعني هي شي راح احطه وهو كل شيء يعني الحشره راح احطها والبصل ني يعني ما راح اسوي فيه شيء يعني راح اخليه ينطبخ بالمرق. ها ايش رايكم زينين؟ بس ليش هالصار شويه 11 حبه؟ يلا ما علي اول مره. الحين قاعده ازهب المرق هذا سيزنينج زيت وبصل عشان نبلش نسوي المرق. بس ما ادري عاد شلون يبلشون يعني الحين عادي احط بهارات في الزيت ولا احط ماي اول ولا معجون؟ بس يعني يلا ما علي. هو شوفوا هو مو توتوريال هو بس قاعد اقول لكم انا ايش قاعده اسوي. طبعا الوصفه ضايقتها من مكان بس ما راح اقول لكم. بدر حبيبي عاد تاخر شكرا. جيف مي ذا شو اسمه بلاك بيبر بحط فلفل اسود. حطيت فلفل اسود ابي احترق. ميري برينج ذا معجون. يس حطيت فلفل اسود و نو نو اي didn't put I should put this one before I just put oil bring it open it the tomato paste كركم وبابريكا مع فلفل اسود. احس انه قاعد يحترق والمفروض ان انا احط شيء شويه صوص قبل ما ابلش. يا put give me hold this one. يا حليلها ميري والله اني اضيع بدونها. enough ميري؟ نعم. هو ما ادري put more مثل ذا اوكي finish wait enough. انا ترى قاعده الف وميري هم مو عارفه لانها ما تعرف وايد تطبخ فقاعدين نالف. يلا ما عليه. طبيت طماط ما حطيت الطماط شوين طلع يستوي. انا ما ادري هو شنو الشيء بس مضرو يستوي. يا حبيبي يا اخي نايم سبع نوم ما ادري شنو بياكل اليوم. يس حطيت مكعب ماجي. I should put now the tomato or wait? Tomato. اوكي put the tomato. طبعا كل الاشياء كلها برعاية ميري الله يخليها لنا ان شاء الله. وايد قصصت اشياء وخضرة وما ادري شنو فانا صراحة بدون أضيع حتى ماريا. Thank you Mary and Maria for helping me. Thank you. يحللهم. حطيت كوسة وبطاط. لحظة. كوسة وبطاط وجزر. بس ما راح أحط وايد. إيوه باذنجان صح. ما راح أحط وايد أحس إنه صار وايد فبس بشوف بعدين نحط زيادة. ونحط القبط الحين ولا متى؟ حطيت قاعدة أذهب حق اللحم مع الفوم. الفوم المفروض يكون مغروس ما أدري إيش يسمونه مفروم بس مضيعين الأغراض. علي سحبنا اللحم هذا طبعا كله حق البشاميل. والله قاعد اشوف تشجيع منكم. عقلت توه قاعد احس بالمرق
يشوف سنابي، أبي أكون موجودة لما يشوف سنابي. اللحم شوية بس عادي يعني، أنا ورا ما أنا عقل فأنا ما أحب وايد اللحم. That's okay. Yes add. Okay حبيبي. هذا كمون حطينا and no small yes. وقرشة صغيرة بنحط بابريكا. No it's too much because it's spicy so make it less. Yeah okay good. Add little bit more paprika. Little bit. No not this one paprika. The red one yeah. Just little bit. Okay. Not all. Okay good. And add give me the last one. The mixed not this one. You already put from this or no? No. Really? Okay, add more. A big spoon. ما ادري اذا اوكي انا طبعا قاعده اعاني لاني قاعده احاول اتذكر. قفشه كبيره بهارات مشكله، قفشه كبيره كمون، وقفشه صغيره بابريكا مع فلفل. والله الريحه والله العظيم ما عرفت نفسي، والله الريحه. انا بدر ايش رايك بالريحه حبيبي؟ صدق حبيبي انت تاكل من اكلي بعدين؟ صدق يا حظي والله. انا قفشتين مع ثلاث بنات قاعد يستوي. قاعد تستوي سوي المعكرونية. I think we're done من البشاميل. لحظة خليني أسوي عدد. حطينا صلصة البشاميل مالت كيدي دي، ونحط الباستا. اللحم خالص. والله يعني والله ما شاء الله علي. بدر حبيبي قاعد زوم بروحك يعني من نفسك؟ لا ما قاعد أزوم. I think إن الباستا شوية. The pasta is needs more, right? Because you mother. Oh, قالت لي إن سوي باستا زيادة. صار شوية. It's okay, we'll find a solution. Okay, let's make more pasta. أبوي شوية صار. يا حبيبي اللي قاعد فنن بالتصوير قاعد يزوم بروحه. Let me make more pasta. بس بدر. أتوقع أن حتى اللحم شوية. كل شيء شوية. بدر صور بس الشيء اللي أنا قاعدة أسويه يعني. كل شيء شوية كل شيء. لا تنتقدني أنت بعد، توني أول مرة أطبخ بحياتي، عادي أصلاً أنا عقل ما أحب اللحم وايد. أنا أحب اللحم. أنا ما أعرف أطبخ. بس تعرفين. بس أنت تسوين شوية. خلاص زين لا تنتقدني. He is judging me. You see Mary? No. He is judging me because I don't know how to cook. No, madam, no how to cook. بس كافي. Perfect. Yes. إنها Spanish. When you call this? What? Spanish. Oh, I'm not learning Spanish. Bravo. عادي يعني مو انا عقلي ما نحب وايد بس اللحم خلص. للاسف ذهبت عجينة سمبوسة. يس سوري اتس اوكي. ذهبت عجينة سمبوسة بس حسيت انه ماكو وقت، ف راح اسوي الاشياء الجاهزة اللي عندي في السمبوسة باكر نسويها. تعبت والله العظيم. اهني واحيي كل مرة حاليا قاعدة تشتغل بالمطبخ. صدق حسيت ان شيء وايد صعب، حسيت اني بذلت مجهود والله صدق يعني. انتو ما ادري ايش اقول. المهم خلاص الحين عقيل از ان تشارج. خل اتذهب واكشخ واخذ لي شاور واتمكيج لان امي وشوقي ينفطرون عندنا ان شاء الله، وامي بتجرب طباخي. بس والله ان شاء الله يديني باي.